إسرائيل أقحمت واحدة من أخطر فرقها القتالية لمواجهة حزب الله في الداخل اللبناني. هذا الأمر تطور بسرعة صباح هذا اليوم، وتحدثت عنه العديد من الوكالات المهمة، على سبيل المثال The Guardian، Times of Israel، وكذلك وكالة الأناضول. وهذه الفرقة التي نتحدث عنها هي الفرقة 91، والتي يطلقون عليها أيضا فرقة الجليل أو تشكيل الجليل. تأسست هذه الفرقة في عام 1978، وشاركت في العديد من الحروب المهمة التي خاضتها إسرائيل، مثل حربي لبنان في عام 1982 و2006، والحرب على قطاع غزة بعد كل ما جرى في 7 أكتوبر. أي أن هذه الفرقة مختصة في الحروب في التضاريس الموجودة في لبنان، في حرب الشوارع، وفي مواجهة كذلك الأنفاق. وهذه الفرقة مكونة من العديد من الوحدات والألوية القتالية، والذي جرى أن هذه الوحدة في حقيقة الأمر أو الفرقة القتالية أقحمت لواءين من ألوية المشاة، بالإضافة إلى لواء مدرع في داخل لبنان. وهذه كانت اللحظات الأولى يوم أمس للتحضيرات الكبيرة لهذه الألوية، تحديدا اللواء المدرع، وهو يستعد لعملية التقدم. وبعد ذلك جاءت الأوامر الأولى بهذا الشكل حتى تبدأ هذه الألوية بدخول جنوب لبنان، وهذه هي اللحظات الأولى للاقتحام لهذه الألوية. وبحسب لبنان يونت تراكر، أشار بأن هذه الألوية الثلاثة بدأت بالتقدم باتجاه هذه المنطقة. لاحظ، هذا هو البحر المتوسط كما نرى، وهذه هي صور، وهذه هي الألوية الثلاثة. إذا ما اقتربنا منها سترى بأنها فعلا بدأت بالتقدم باتجاه هذا المحور، باتجاه علم الشعب طبعا والبطيشة، وبالتالي هنالك تقدم استراتيجي كبير لهذه الألوية كما نرى. أي أن عملية التقدم لهذه الألوية هو يأتي باتجاه هذه البلدات كما نلاحظ، يحاولون استغلال المرتفعات التي تطل على العديد من البلدات للسيطرة عليها ناريا مبدئيا، وكذلك للسيطرة على هذا الطريق الرئيسي الذي يمتد إلى أعماق جنوب لبنان وإلى النهر الليطاني وحتى ما بعد النهر الليطاني، وكذلك يفتح الباب لهذه الألوية لتؤمن هذه المنطقة بأكملها لشمال إسرائيل في الداخل اللبناني طبعا كمنطقة آمنة، وللبدء أيضا بالتقدم باتجاه الناقورة مع إسناد طبعا من الجيش الإسرائيلي أو البحرية الإسرائيلية، وبعد ذلك زيادة الضغط شيئا فشيئا حتى الوصول إلى صور مع تطور هذه الحرب ونوايا إسرائيلية للاستمرار بهذا التقدم بشكل كبير. وبشكل عام إسرائيل الآن تستخدم في هذه المعركة كما خططت لها إسرائيل 4 فرق: الفرقة 91، الفرقة 36، والفرقة 98، والفرقة 210. وهذه الفرق هي في مواجهة 5 كتائب تابعة أو 5 كتائب من حزب الله اللبناني، منتشرة تقريبا بهذا الشكل. والآن إسرائيل دخلت في لبنان عن طريق 3 فرق، 3 من هذه الفرق الآن هي في داخل جنوب لبنان وتعمل ضد حزب الله اللبناني. وأهم فرقة وأكثر فرقة الآن متوغلة في جنوب لبنان هي الفرقة 36 تحديدا. إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي سنجد أن هذه الفرقة متقدمة باتجاه 3 بلدات مهمة قصفتها إسرائيل كثيرا، استهدفتها إسرائيل كثيرا، وعملت على هذه اللحظة للتمهيد لعملية التقدم البري. هذه هي البلدات التي ترونها بصورة أوضح بحسب لبنان يونت تراكر، فأن التقدم جاء باتجاه يارون كما نلاحظ، ومارون الراس، وكذلك عيترون. ونلاحظ هنا بأن الجانب الإسرائيلي يحاول السيطرة على هذه المرتفعات المطلة على عيترون من أجل السيطرة عليها ناريا. هنالك تقدم بنسبة 50% أو حتى أكثر باتجاه مارون الراس، وكذلك يارون سقطت تماما تحت أيادي الجيش الإسرائيلي، وواضح أن حزب الله لم يعد قادرا على المقاومة في هذه المنطقة. هنالك لقطات أساسا مصورة من قبل الجيش الإسرائيلي كيف هو يجرف هذه المنازل، يدمر المنازل الموجودة في هذه المنطقة. هذه واحدة من اللقطات من يارون، وتلاحظ كيف أنهم بدأوا بتدمير المنازل كما فعلوا في شمال قطاع غزة على سبيل المثال لإخلاء المباني إن كانت هنالك شيء من الأنفاق في هذه المنطقة أو غيرها، للتأكد بسرعة من هذه المنطقة. تلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات الواضحة تماما والتي ستكون واضحة في القمر الصناعي، ونلاحظ هنا بأننا أمام خزانات ماء، والأهم هو هذا الجامع الذي يأتي بمسافة في يارون. نبحث عن هذا الجامع بالقمر الصناعي الآن، وسنجد هذه المنطقة فعلا
موجود هذا الجامع وسط يارون تقريبا، وهذا هو الجامع كما نلاحظ، وبالتالي بالانسحاب قليلا بالقمر الصناعي سنلاحظ أن كل هذه العلامات وتفجير هذا المنزل تحديدا هو يأتي في نفس هذه المنطقة. تلاحظ هذا ونفس المبنى، وهذا هو الشارع الفرعي، وتلاحظ كل العلامات متطابقة مع ما رأيناه، وهذه هي خزانات الماء كما نلاحظ، وبالتالي واضح جدا أن المبنى الذي دمر هو هذا المبنى. وإسرائيل عندما تدخل بهذه المرحلة يعني أنها سيطرت أساسا على يارون، لا بل كانت هنالك لقطات من الطائرات المسيرة الإسرائيلية وهي تصور ما جرى في يارون، تبدأ هذه الصورة واللقطة من هذه النقطة وتتقدم الطائرة المسيرة حتى تظهر هذه الطرق الفرعية إلى الشمال وتقريبا إلى الشمال، هذه فرعين كما نلاحظ، وهذه هي الصورة القادمة من الطائرة المسيرة التي توضح لك بأن يارون مدمرة تماما، تم إخلاؤها من المدنيين كما نلاحظ، حتى الصراع والمعركة انتهت، وبعض الصور قد تكون غير واضحة لكن الدبابات هي موجودة في هذه المدينة، وهذه هي الطرق الفرعية التي كانت ظاهرة في القمر الصناعي بكل تأكيد. والأهم من ذلك أيضا هو ما تقوم به الفرقة 98 في الجليل الأعلى باتجاه كريات شمون التي تعرضت للكثير من الضغوط مرة أخرى. لبنان يونت تراكر أوضح بأن هنالك تقدما من 3 محاور باتجاه كفر كلا وعديسة مرجعيون وكذلك باتجاه الوزاني، وهذه هي الصورة التوضيحية لطبيعة التقدم الإسرائيلي كما نلاحظ هنا في هذه 3 نقاط. وبالنسبة لعديسة مرجعيون تم الحديث بأن إسرائيل قد سيطرت عليها اليوم، هنالك حديث كبير عن هذه القضية بصورة أوضح، واضح جدا أن إسرائيل هنا تعمل بشكل واضح للسيطرة على هذه المرتفعات 3، لوضع حزب الله اللبناني في طيبة هنا في موقف صعب، سيضطرون طبعا إلى مقاومة كل هذه المرتفعات في مواجهة صعبة، مما يوجه هذه القوات أو يدفع هذه القوات أن تنسحب إلى خلف النهر الليطاني، هذا هو النهر الليطاني كما تلاحظون، وكذلك أن حزب الله سيضطر لمقاومة هذه القوات الإسرائيلية من هذه المرتفعات. كذلك تلاحظ أن التقدم هنا باتجاه كفر كلا هو مهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لماذا؟ لأنه يفتح طريقا سريعا باتجاه مرجعيون، أي أنه سيدفع حزب الله اللبناني في نهاية المطاف للانسحاب خلف النهر الليطاني في تطبيق للقرار 1701 كما تتحدث إسرائيل. وكذلك أن هذا التقدم الذي نراه باتجاه الوزاني فإنه يدفع الجيش الإسرائيلي إلى أيضا محاصرة من؟ محاصرة الخيام، الخيام التي تتواجد فيها طبعا ويتواجد فيها حزب الله اللبناني، وبالتالي هنالك معركة متوقعة كبيرة، إلا إذا حزب الله انسحب طبعا في نهاية المطاف وكان هنالك إطباقا من قبل الجانب الإسرائيلي. وتلاحظ من خلال العمل الإسرائيلي هو محاولة لتأمين من؟ كريات شمونة والبلدات في الجليل الأعلى التي قصفت كثيرا من قبل حزب الله اللبناني، وكذلك أن هنالك منطقة جديدة قد تحولت إلى منطقة عسكرية في الجليل الأعلى صباح هذا اليوم من قبل الجانب الإسرائيلي، وهذه المنطقة العسكرية هي هذه المنطقة التي ترونها هنا، هكذا هو كان الإعلان من قبل الجانب الإسرائيلي، يعني أننا أصبحنا أمام 3 مناطق عسكرية مع بدء التوغل الخاص بالجانب الإسرائيلي بحسب معهد دراسات الحرب. كما نلاحظ هنا هذه منطقة عسكرية، وهذه منطقة عسكرية التي تحدثنا عنها الآن، والمنطقة العسكرية طبعا التي تأتي باتجاه كفر كلا، وهذه المنطقة العسكرية لم تأتي من فراغ في الوسط، لا أبدا، هي جاءت بعد إعلان من قبل الجانب الإسرائيلي لإخلاء العديد من البلدات التي تأتي إلى جنوب شرق لبنان، هنا باللون الغامق كما تلاحظون، طالبوا جميع المدنيين ممن بقيوا في منازلهم أو في مناطقهم بمغادرة هذه المنطقة بأكملها. بالتالي تلاحظ كل هذه المناطق الملونة إلى جنوب النهر الليطاني وشمال النهر الليطاني طلبت منهم إسرائيل الانسحاب إلى شمال النهر الأولي وترك هذه المنطقة بالتمام والكمال. وكذلك كان هنالك إعلانا للمزيد من هذه القرى بأن على المدنيين مغادرتها، لأن إسرائيل الآن بدأت بالتقدم بشكل كبير في الجنوب اللبناني، وطبعا إسرائيل بدأت أيضا بضربات وتوجيه ضربات كبيرة على المستوى الجوي في جنوب لبنان وكذلك شمال النهر الليطاني. اليوم على سبيل المثال كنا أمام ما يقارب 34 غارة باتجاه هذه البلدات من أجل ضرب جيوب المقاومة الخاصة بحزب الله اللبناني في هذه المعركة تحديدا. كذلك أن الضاحية الجنوبية كل ليلة هي ليلة صعبة عليها من قبل إسرائيل، تلاحظ هنا
ليلة يوم أمس كانت هنالك ضربات هائلة للغاية للضغط على معقل حزب الله اللبناني في بيروت. القيادات هي حزب الله بدون أي قيادات طبعا، مع كل هذه الضربات كل القدرات الصاروخية البالستية تضرب بهذه الطريقة الكبيرة، لكن أيضا في نفس الوقت حزب الله منتبه لما يجري وهو يحاول مقاومة هذا التقدم الإسرائيلي. حزب الله على سبيل المثال في 48 ساعة الماضية قصف كل التحشيدات والتجمعات الإسرائيلية من أجل إضعاف تقدم هذه الفرق الثلاثة التي تحدثنا عنها باتجاه جنوب لبنان، وكذلك هم يقومون باستهداف وباستهدافات صاروخية صباح هذا اليوم باتجاه شمال إسرائيل كما نلاحظ هنا، باتجاه كذلك حيفا يضغطون عليها. كانت هنالك كثير من صافرات الإنذار ليلة يوم أمس باتجاه حيفا، وهذه بعض اللقطات لبعض الإصابات من قبل حزب الله اللبناني. كلما تقدمت إسرائيل في جنوب لبنان طبعا حزب الله بدأ يطلق صواريخا بشكل كبير باتجاه حيفا الاستراتيجية والمهمة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وكذلك اليوم حركة حماس مع الذكرى السنوية للسابع من أكتوبر عملية طوفان الأقصى قاموا باستهدافات ب14 صاروخا تقريبا كما تحدث الجانب الإسرائيلي. بعض هذه الصواريخ استهدفت تل أبيب كما نلاحظ، كذلك كانت هنالك طائرات مسيرة أيضا جاءت باتجاه جنوب تل أبيب. بعض التقارير تحدثت أنها كانت قادمة من جماعة الحوثي، لكن هنالك بعض الشكوك بأن هذه الطائرة المسيرة كانت قادمة من العراق. وأيضا صاروخ بالستي من جماعة الحوثي أيضا جعل صافرات الإنذار في تل أبيب تنطلق بهذه الطريقة، وهذا طبعا كله يأتي في ظل أن الجي بي أس جامينج أو التشويش الخاص بإسرائيل قد ارتفع كثيرا منذ الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر. هذا هو التشويش كان على ما هو عليه أو كان بهذه الطريقة في الأول من أكتوبر كما نلاحظ. لاحظ كيف تغير حتى يوم أمس، هنالك ارتفاع في عمليات التشويش باللون الأحمر من قبل الجانب الإسرائيلي، لكن مع ذلك الطائرات المسيرة لا زالت قادرة على الوصول لتل أبيب أو إلى حيفا أو أي منطقة أخرى. بالتالي بشكل عام واضح جدا أن هذه الفصائل تضغط على الحكومة الموجودة الإسرائيلية طبعا في تل أبيب بمؤسساتها الأمنية المهمة للغاية، وهو أيضا يعتبر ضغطا على المدنيين المتواجدين في تل أبيب، ضغط مستمر على هذه المنطقة وكذلك على حيفا التي تعتبر هي نقطة مهمة اقتصادية. الميناء الأهم الآن لإسرائيل هو ميناء حيفا، وهو الذي يدخل الكثير من الأموال والمسائل التجارية، ويبقي التجارة على قيد الحياة بالنسبة لإسرائيل مع كل هذه الظروف في هذه المعركة. وبالتالي الضغط الآن على تل أبيب كما نرى وعلى حيفا هو من أجل إبعاد إسرائيل من الاستمرار في عمليتها البرية باتجاه جنوب لبنان، وكذلك لجعل المدنيين أيضا الإسرائيليين أن يشعرون بلا أمان. تل أبيب لم تعد آمنة، قد يذهبوا إلى قبرص أو يذهبوا إلى أي دولة أوروبية لمغادرة إسرائيل، وهذا هو أكبر وهذه أكبر مخاوف إسرائيل أن المدنيين قد يغادروا إسرائيل في نهاية المطاف مع كل هذه الحروب، وكذلك أن هذه الاستهدافات هي من أجل إبعاد إسرائيل من أي ضربة كبيرة تجاه إيران. إيران التي نفذت عملية صاروخية هائلة للغاية على العمق الإسرائيلي طبعا في الفترة الأخيرة، ولكن هذا الضغط طبعا يفتح من العديد من الجبهات على إسرائيل، وبالتالي هذه ظروف ليست بالعادية أبدا. لكن الهجوم على إيران يبدو بأنه تأجل قليلا، كانت التوقعات تذهب إلى ليلة يوم أمس أو صباح هذا اليوم، لكن الأمور تغيرت على ما يبدو. إيريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية هو غادر إلى فلوريدا، غادر إسرائيل، وكذلك أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت سيغادر إلى واشنطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء القادم، في ظل أن هنالك رغبة بتقديم ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على شرط أن تبتعد إسرائيل عن توجيه أي ضربة مباشرة على إيران ممكن أن تشعل الحرب في منطقة الشرق الأوسط.